أنا رجل من الجنوب، أتيت إلى مكة لزيارة بعض الأقرباء قبل 6 أيام، وكنت أريد زيارة المدينة النبوية وقضاء بعض الأيام فيها، وعند العودة أقوم بالإحرام وآخذ عمرة، ولكن تغيرت النية وعدلت عن الزيارة وأريد العمرة، فهل أحرم من الحل أم لا؟ نعم، تخرج إلى الحل من التنعيم أو غيره وتحرم بالعمرة، لأنك عدلت عن الذهاب إلى المدينة، فتحرم من الحل وتأتي بعمرة. نعم، إلا إن كان إنك يوم تجي من بلدك وأنت ناوي العمرة، دخلت مكة وأنت ما أحرمت مع أنك ناوي العمرة، أنت أخطأت. الواجب أنك أحرمت من الميقات الذي مررت به يوم تجي من بلدك وتؤدي العمرة. أما إن كنت جئت من بلدك ما نويت عمرة، وإنما تنوي تبي تروح للمدينة، وإذا رجعت تأتي بعمرة، وعدلت عن ذلك، فتنشي العمرة من مكة، تخرج من الحل وتحرم. نعم.